الوقفة الرابعة قال الجفري يأخذ الإجازة من شيخه بالذكر زي ما حتشاهد الآن في هذا المقطع. تكرمون علينا شيخ بالإجازة في الذكر، نتبرك بأخذ الإجازة. هل حضرتكم؟ نعم. عشان مجاز، مجاز مدرب. نعم. مجاز. قبلنا الإجازة. أول إجازة شيخ الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعون الله فهو إليهم. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. لو فرض ما أعهدني. شيخ اسمه محمد ناظم الحقاني، وده صوفي يتبع للطريقة النقشبندية. وبتلاحظ الآن الجفري بيقول له دار ناخد منك الإجازة في الذكر. إذا قلنا الرقيص بتاع الصوفية ده هو ذكر الله فرضا، هل ذكر الله داير له إجازة من شيخ؟ الله قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ربنا قال اذكروا الله ذكرا كثيرا. الله أدانا الإذن، يعني إلا تأخذ إذن من شيخك عشان تذكر الله؟ ده باطل ودي بدعة في حد ذاته. لكن لأنه ذكر الصوفية وذكر الجفري وكل الصوفية ده ما ذكر الله، هم سموه ذكر من باب تسمية الأشياء بغير حقيقتها، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي أناس في آخر الزمان يشربون الخمر، قالت عائشة كيف يشربونها وقد بيّن الله ما فيها، قال النبي عليه الصلاة والسلام يشربونها يسمونها بغير اسمها. فالصوفية الرقيص والجمباز وحركة السيرك العالمي بيسموه ذكر، ده ما ذكر. النطيط اللي بيعمله الجفري البليد ده ما ذكر، وما يغشك الجفري بالبوكة بتاعه وبجضومه يغشك، عرفت كلامي؟ ما يغشك الكلام ده، ده زول والله الذي لا إله غيره. الجفري ده على ضلال وينشر الشرك وينشر البدع في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب فهذا باطل. وشيخ ناظم الحقاني ده زول مجرم وزول مبتدع ساكت بتاع رقيص بتاع جنباز، وده كلهم بتعمل بدع، وما في حاجة اسمه تصوف ولا في حاجة اسمه شيخ طرق صوفية في الإسلام. ما زي ما قال إسماعيل عثمان رئيس أنصار السنة لما سألوه عن الصوفية قال التصوف موجود داخل القرآن. وينه؟ الدنيا آية، كان أنصار سنة ولا صوفية؟ آية واحدة قالت أبقوا صوفية، حديث واحد من النبي صلى الله عليه وسلم قال أبقوا صوفية، ما في. أما قصة أهل الصفة، أهل الصفة يعني كانوا عاملين زي عريشة ضل قاعدين تحته في آخر مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو في جانب المسجد، دي اسم الصفة، مش الصفة صوفية. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.